لعبها لمحمد عواد، لكن كل مباراة وليها ظروفها. ترافيس موتيابا حاول الاستلام، يعدي ترافيس موتيابا ولكن حكم اللقاء يلفي فيها لمسة يد لصالح نادي سموحة. دوكو دودو، تمريرة لأبو بكر اليادي، أبو بكر يحاول يضم، تمريرة لحسام حسن، حسام حسن يردها لأبو بكر اليادي، أبو بكر اليادي، والهدف الأول لصالح نادي سموحة. 1-2 طلب بها دفاع نادي الزمالك، 1-2 ما بين النيجيري أبو بكر اليادي وما بين حسام حسن، حسام حسن نص القوة الهجومية لصالح نادي سموحة. لو ما زادش، لو ما قدرش يسجل يعمل أسيست، حسام حسن استلم وعمل البينية رائعة لأبو بكر اليادي اللي يروح من الطرف اليمين ويركنها على يمين محمد عواد. نقطة تحول في المباراة لدغات سموحة، ادي النوة اللي بقول عليها، ادي الموجة. البحر هادي من بدري قوي، لكن مع اول موجة حقيقية لنادي سموحة. بص عدى ازاي، ادي الوان، ادي التو، ادي الفينش من ابو بكر اليادي، وادي هدف نادي سموحة الاول. لدغة من لدغات الفريق السكندري، النوة السكندرية ما عدتش بامان على دفاع